ما ممكن قدرتش. اعرف ظروفكم الماليه ايه حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور الحمد يعني لله. دخلكم الشهري كام تقريبا؟ يعني اقول لك ما اقدرش اقول لك والله ما في حاجه خالص. هو قاعد من الشغل ما بيشتغلش عشان رجليه يعني وقله السمع. يعني تصرفي منين؟ بصرف على تكافل وكرامه بصراحه. تكافل وكرامه عليه هو وعلى ابنه. وانت كل طلبك دلوقتي كرسي؟ كرسي. كرسي بالكهرباء يتحرك بيه. يتحرك بيه. والكرسي ده اذا جه راح اكشف عليه كده. اذا الكرسي اذا جه هيحل المشكله؟ الحمد لله. يا دكتور الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله انا قلبي معاكي طبعا وانا يعني الحمد لله بدعي لكم انه يقوم بالسلامه. ربنا يخليك يا رب يا رب. واحنا هو يعني زي. ربنا يعني يجعلنا يا رب سبب ان احنا نقدر نساعدك ونساعد والده ونساعد احمد. ربنا يخليك ربنا يخليك. استاذنك ثانيه واحده. ماشي. يا ست ام احمد ده كرسي كهربائي. ربنا يخليك. من البرنامج. ربنا يخليك ويسعدك يا رب. لابنك احمد. وربنا يسعدك يا رب. عشان ربنا يسعدك يا رب. يا رب تسعدك. ده الكرسي. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يسعدك. الكرسي بتاعكم. ربنا يسعدك يا رب. ده هديه من برنامج واحد من الناس. ربنا يسعدك يا رب. عشان يتحرك عليه احمد. وعايز اقول لكم عشان ندي الفضل لصاحبه. هذا الكرسي مقدم من الدكتوره مروه سعيد رئيس مجلس اداره مؤسسه ابشروا بالزقازيق. الحقيقه بعد ما بعتوا لنا الرساله وكان مكتوب فيها انكم عايزين كرسي انا صممت ربنا يخليك ان كنتوا لما تيجوا ان شاء الله تمشوا مجبورين الخاطر. ربنا يخليك ربنا يخليك يا ربنا يطمنكم عليه يا رب. مبسوط؟ مبسوطه الحمد لله. مبسوط الحمد لله الحمد لله. مبسوط يا احمد؟ الحمد لله الحمد لله. عايز حاجة تانية؟ يسعدك يا رب. يا رب يسعدك. عايز أي حاجة يا ستي؟ رب تخليك. ربنا يخليك. تحت أمرك يا حاج. ربنا يسعدك يا رب. وفوق راسي. ربنا يسرها معاك. وربنا يا رب يطمنك عليه. ربنا يخليك. ويقوم ألف سلامة. الله يسلمك. ربنا يسترها معاك. ربنا يسترها معاك. أنا هساعدكم كده في الكرسي. ربنا يسترها معاك. ربنا يسترها معاك يا رب. أنت واللي زيك يا رب. ده هنركب لك الحاجات دي كلها لان الكرسي لسه واصل حالا. ربنا يخليك يا رب. إيه. يسعدكم يا رب. ما تشوفوش حاجه وحشه في جسمكم ابدا. كريم يا رب. فقعدوا كده مبدئيا عليه. قعدوا عليه. ركبه. تأمرينا باي حاجه ثانيه؟ تقدر بقى تحركوا. اتفضلوا نورتونا وشرفتونا. ودي هديه متواضعه من برنامج واحد من الناس. وربنا يا رب كده يرفع عنه ان شاء الله باذن الله. كده احسن من الاول. طيب مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. وهنبعت لكم الحاجات دي كلها بره في رعايه الله. مع الف سلامه. ربنا يطمنكم عليه ويشفيه ويقوم بالف سلامه في رعايه الله. مع الف سلامه. مع السلامه. احنا مستمرين في برنامج واحد من الناس في تقديم كل الخدمات للسادة مشاهدي واحد من الناس في كافة الحالات المرضية اللي بتصل الى البرنامج. مستمرين ايضا في موضوع العمرات ان شاء الله باذن الله. ربنا يقدرنا ودايما يا رب نقدر نكون عند حسن ظنكم دايما باذن الله. وربنا يا رب يعني يجبر بخاطر كل انسان بيساهم معانا في هذا البرنامج في عمل خير.